منفيس شريكك في السفر. الرحلة ما شاء الله كانت حلوة واحنا انبسطنا جدا، ويعني ان شاء الله السنة الجاية لو ربنا اذن نطلع معاكم تاني. وكان تنظيم حلو، ومنفس بصراحة حلوة جدا، ومحمد كان مظبط كل حاجة، توقيت وحجزات وكل حاجة ونظام، والدنيا كانت مظبوطة جدا واحنا مبسوطين، وان شاء الله نطلع السنة الجاية مع منفس تاني. احنا اول مرة نيجي تركيا هنا انا واولادي، وانبسطنا جدا. الرحلة كانت كويسة والتنظيم كان فوق الهايل، وان شاء الله نحاول السنين الجايه ان شاء الله نيجي مع محمد، كان فوق الوصف. كانت رحله جميله قوي، والرحله مع منفس كانت رحله جميله جدا، والتنظيم حلو قوي، ومحمد كان طول اليوم قاعد في الاوتيل، يعني حرام تعذب معانا جدا. كان كل ما نقول له تعالى اخرج معانا يقول انا لازم عشان الناس كده، وكان المواعيد مستحره كل حاجه، والرحلات اللي عايزين يحجزوا رحلات متوفره جميله جدا، بس وان شاء الله نعوض. رحلة كانت جميلة جدا ما شاء الله، تركيا حلوة جدا، ما كنتش متوقع يعني الجمال ده كله والخضار والحلاوة اللي كانت موجودة. رحلة كانت حلوة جدا، منفس كانت مظبطة كل حاجة، تنظيم المواعيد، اللي كان بيجي على الميعاد كان بيروح، اللي ما كانش بيجي معلش سوري احنا ملتزمين مواعيد، ده كان حاجة احنا ماشيين عليها. البلد لأول واحد يعني أول مرة أطلع برا البلاد العربية، بصراحة بلد جميلة جدا، ويعني إن شاء الله نعوضها تاني مع منفس. رحلة جميلة جدا ومنظمة، وأنا طبعا طلعت السنة اللي فاتت مع محمد وكررتها السنة دي على أساس إن شايفين محمد بصراحة أكثر من ممتاز ومنظم الرحلة وملتزم معانا ومش مقصر مع أي حد فينا. إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية أبقى معاكم في رحلة، بس نروح بقى إيه نغير بقى، بقى لنا سنتين تركيا ناخد أوروبا. اشترك الآن في قناتنا على اليوتيوب ليصلك أحدث الفيديوهات السياحية داخل وخارج مصر.